عبد الوهاب الهاني دون يقول انه وقع تغييب اعضاء الديوان الرئاسي المسيكي بملف الدبلوماسيه الاقتصاديه، قد تم تغييب الوزيره المفوضه بالخارجيه والمكلفه بمهمه بالديوان الرئاسي سعاد طرابلسي الاعلى رتبه وتجربه وكفاءه من زميلها الملحق بالخارجيه الحجام، والتي تم تغييبها عن كل الانشطه الرئاسيه الخارجيه لرئيس الجمهوريه منذ استقاله ولا خروج نادي عكاشة، وكذلك تغييب الملحقه اخيرا بالديوان المكلفه بشؤون اوروبيه مروه جبو رغم وقوع التنقل ضمن اختصاصاتها، وكذلك تغييب المستشار الاقتصادي حسن بن ضياف الذي اشرت مصادر اعلاميه متطابقه وكلام دائما هو لعبد الوهاب الهاني، يقول مصادر اعلاميه حدث على استقالته منذ اواسط جانفي دون نفي او تاكيد من قرطاج. الخلاصه انه ثم شوشره، ثم ارتباك في هذه الزياره زياد. الأكيد شوف الواضح من خلال الوفد ومن خلال الصور اللي تابعناها انه فما يعني حاله من الارتباك وايضا حاله من الفراغ، واعتقد انها مقصوده من طرف قيس سعيد. قيس سعيد لديه عقده الاخر، قيس سعيد ما يحبش يكون فما اي انسان شريك ليه، والجميع استغرب من كانت العلاقه الحميميه اللي بينه وبين يعني السيده نادي عكاشه اللي وصلت يعني تقعد معه على نفس الكرسي امام سكنه عسكريه، لانه ليس في طبع قيس سعيد انه العباد تقرب له بي يعني بالطريقه هذه. ولكن يبدو اليوم نخلي نقتبس من احد يعني الاذرع الاعلاميه لقيس سعيد في تونس يتحدث يقول انه حاليا القصر اصبح خالي وخاوي تماما المستشارين. اليوم تقريبا المستشار الوحيد المعلوم موجود حاليا في قصر قرطاج هو السيد وليد حجام، دونه لا نعرف اي اسم، دونه يعني ليس هناك يعني اسم يبرز اعلاميا او يظهر في الصوره. تقريبا منذ خروج نادي عكاشه من قصر قرطاج قيس سعيد اصبح وحيدا، واعتقد انه جزء كبير منه هو يريد ذلك، وجزء اخر ايضا مهم جدا انه الناس انفضت من حوله بعد ما عرفت انه اولا هذا الرجل يعني داخل في حيط، خلينا نحكيه بالعاميه التونسيه، هذا الرجل داخل في حيط ودخل في حيط، وبين قوسين اذا كان تسمح لي سي حسين خلينا نفتح قوس مهم جدا، اعتقد انه هناك شريحه كبيره جدا من الشعب التونسي الداعمين لهذا الانقلاب لازمتهم يدخلوا معاه في الحيط هذايا. علاش؟ لانه عندما قلنا ان ليس هناك انقلاب ياتي بخير لا اقتصادي لا سياسي لا ثقافي لا اجتماعي، يعني كانوا يمارسون علينا كالذمار الماسط اللاسط هذاك ويقول لك محليه انقلاب وليه وقيس يمعذبهم وكذا. اليوم يا حبيبي طلع مش معذبنا نحن، او طلع معذب شعب كامل. اليوم لا فما لا سميد لا سكر لا زيت، الشهر اللي كان تخلص يوم ما بين يوم 17 الى يوم 20 اليوم الى يوم 31 والشهر ما فماش. اليوم يعني لما تدخل للموقع الرسمي للبنك المركزي تلقى تقريبا موجوده في الخزينه العامه في حدود 300 يعني في حدود 300 مليون دينار، وهو والرقم المطلوب شهريا لدفع كتله الاجور 1830 مليون دينار. منين باش يجيب؟ لما تحكي الكلام هذا ويوم 25 جويلة لما خرجنا للشارع وقلنا راهو انقلاب وراهو السقف سيطيح على الجميع ويزيو مكان المساطه والركاكه نتاعكم محلاه من انقلاب وراهو كذا. نعم. البلاد داخله ولكن وهذا شفنا اليوم النتيجه. كثيرون تحدثوا عن يعني تنزيل منح خاصه بالقوات الامنيه قبل ذهابه وسفره إلى بروكسل.